نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب احنا شعوب لها نفدى تراها دوم ونهب تاريخ لا تقرب منازلها إلا محب سايب أسسها واليقن وراها داروا على الدانة سبع أبد منازلها إلا محب زايد أسسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم برنامج لأهل الاتحاد، وكما عودناكم نستضيف الشخصيات البارزة والناجحة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. رحبوا اليوم معي بالدكتور أيهم فلوح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا فيكم نورتوا. دكتور أيهم بالبداية بتعرفنا عن شخصك الكريم. أنا اسمي أيهم فلوح، حقيقة أنا أخصائي أنف وأذن حنجرة وتجميل الأنف، طبعا مواليد سوريا ودرست في دمشق وتخرجت في دمشق في مجال اختصاص الأنف وأذن حنجرة. هذا الاختصاص اللي أنا بحبه كتير لأنه بيقدم كتير خدمات صحية لمرضانا، وبعدين كمان تابعت فيه اختصاص تجميل الأنف، وكان دائما حلمي أنه نصل لنتائج متميزة لمرضانا، فارتأيت أنه أنا دائما أنه سافر في معظم دول العالم حتى أعمل تريننج في أكثر من دولة في العالم حتى نستفيد من خبرات جراحين على مستوى العالم. أنا حالياً عم بشتغل بدولة الإمارات في إمارة دبي في مشفى دبي لندن في شارع الجميرة. دكتور أيهم، ما هي الخطوات الأولية التي قمت بها للوصول إلى هذه المراحل المتطورة من النجاح؟ الحقيقة نحن هو دائماً عشق العمل وعشق العلم وعشق الطب هو دائما خلانا ندرس بشكل دائما بحياتنا بشكل جدي، وقضينا كل حياتنا في دراسة الطويلة وبحرنا في علوم الكتب، ودائما كنا نتابع أبديت بأفضل الأبحاث ونشارك الجراحين في كل أنحاء العالم خبراتهم، ومع خبرتنا كمان قدمناها حتى وصلنا لمرحلة من الإبداع في العمل يقدم أفضل خدمة لمرضانا. ما شاء الله. دكتور أيهم، نتحدث مع المشاهدين بشكل موسع عن اختصاص حضرتكم، وما الشيء المميز لديكم؟ هو أكثر شيء نحن حقيقة الأنف وأذن وحنجرة اختصاص واسع جدا، والحقيقة بشكل عام المجالات الطبية حاليا توجه الأطباء أو بالعالم شيء اسمه سب سبيشاليتي تحت تخصص، حتى الإنسان يبدع ما راح يقدر يبدع بكل مجالات العمل في جراحة الأنف وأذن حنجرة. فكان آخر تقريبا 22 سنة في مجال الأنف، سواء كان من ناحية التنفس الانسداد أو الجيوب أو تجميد الأنف، والحقيقة بعد آلاف العمليات وصلنا لمرحلة صار في عندنا تكنيك معين نقدر نقدم لمريضنا أفضل النتائج وأقل رد جراحي وأكثر فرحة للمريض. دكتور أيهم، ما هي الخدمات التي تقدمها للمرضى؟ احنا طبعا بعيادتنا بالان كأنف وأذن احنا بنقدم كل الخدمات تتعلق بكل شيء، الكشف الامراض امراض الحنجره، تشخيص اورام الحنجره، مشاكل الحنجره، مشاكل الانف، التهابات الاذن المتكرره والتهاب الجيوب، كل شيء بيتعلق كممارسه في العياده بخدمه مرضانا. ما شاء الله. دكتور ايهم، كما نعلم بان دوله الامارات العربيه المتحده
تقدم العديد من التسهيلات والمميزات. ما هي أبرز وأهم التسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة لجميع المتواجدين على أرضها؟ هو الحقيقة كانت عملية أول شيء ببدء أن قدوم لدولة الإمارات، يعني الحقيقة الخدمات كل شيء عم بيكون تقريبا أونلاين، عم بيكون كل شيء سريع، ما في إطالة في إجراء أي معاملة منذ البدايات. الخدمة السريعة بالنسبة لمجال الطب نفسه، طبعا تقدم الأجهزة الموجودة في دولة الإمارات، يعني احنا المريض اي شيء بنطلبه موجود لخدمة المريض، حتى في مجال العمليات الجراحية بتحس انه كمان انت عم تعمل المريض بمكان آمن، يعني كتخديريا وأجهزة التخدير الحديثة وأجهزة المراقبة، بالإضافة لاتباعهم أفضل برامج الريجوليشنز والتنظيم ضمن المستشفيات. كما نعلم بأن طريق النجاح لابد من أن يرافقه بعض الصعوبات والتحديات، ما هي أبرز وأهم الصعوبات التي واجهتك خلال مسيرتك العلمية والعملية؟ والله الحقيقة نحن بحياتنا مرينا بأكثر من فترة يعني وأكثر من دولة، يعني أول شيء كانت بدايات النجاح في سوريا، وكانت الحقيقة نجاحات جميلة وطويلة، وكنا دائما مرضانا يجونا من كل أنحاء العالم لإجراء عمليات تتعلق في انسداد الأنف وتجميل الأنف، ولكن بعض الظروف خلتني يجي على طبعا أنا اخترت دولة الإمارات ودبي تحديدا للإقامة والعيش والعمل. والحقيقة كان دائما عندنا طموح أنه نرجع نعمل شيء مثل ما كنا نعمل في بلدنا الأم. والحمد لله بعد 9 سنوات عمل دؤوب وممارسة الطب استطعنا أن نحقق شيء حلو لمرضانا وسمعة طيبة في هذا البلد الكريم. ما شاء الله. دكتور أيهم، من هم جنود الخفاء الذين ساعدوك وساندوك للوصول إلى هذه المراحل المتطورة من النجاح؟ سؤال كتير حلو هذا. أول شيء طبعا هم دائما بالحياة، دائما أنت كشخص بيكون عندك دائما كبير، يعني دائما بتنظر له أنه أنت هو اللي تفرحه. طبعا دائما هذا بلا شعور بيكون الوالد والسيدة الوالدة، بعدين الأسرة الزوجة والأولاد. أنك تحقق نجاح يعني تكون دائما يرفعوا رأسهم فيك وتفرحهم، بعتقد يعني كل أهل أو أقارب حواليك بيكون، فهذا أهم عامل يعني كان هو هذا بالعقل الباطن دائما بيحركنا حقيقة، كل إنسان ممكن يحركه كمان. بالإضافة طبعا عوامل كثيرة لعبت بدبي، الخدمات الطبية الجيدة، الأجواء المريحة في دولة الإمارات، أنت مثلا بتمارس عملك وأنت مرتاح وأنت مبسوط وبرياحة نفسية مطلقة. ما شاء الله. دكتور أيهم، كيف استطعت من خلق اسم مميز لك ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من التنافسية الضخمة والكبيرة؟ هو هذا السؤال كتير حلو. هو الحقيقة هو شيء ما بعرف، هو ذاتي، هو دائما منذ الطفولة وأنا دائما كنت بحب يعني أتفوق بالمدرسة أو يعني بشكل عام، فكنت دائما أتعب على الشيء بمجال الطب وخاصة بمجال الجراحات، أنه دائما نراقب الجراحين العالم، يعني نروح أزور كل دول العالم وراقب كل جراح شو عم يشتغل. وبالإضافة إلى مدرستي الخاصة، يعني شغلي أنا الخاص بعد آلاف العمليات حول العالم، وصلت لمرحلة طورنا نفسنا بالعمليات والتقنيات الجراحية اللي أتقناها حتى نقدم شيء مميز لمرضانا في مجال انسداد الأنف والجيوب وتجميل الأنف بأكثر فرحة للمريض. بالإضافة في عندي هاجس دائما هو فرحة المريض، يعني أنا دائما عندي هاجس أنه المريض يكون مبسوط يكون فرحان، كتير بشعر بالسعادة من مبدأ أنه دائما الأخذ جميل بس العطاء أجمل. تماما. دكتور أيهم، ما هي الرؤية المستقبلية لحضرتكم؟ دائما شعاري هو أنه أعيش بسلام بمحبة بين الناس. رؤيتي المستقبلية أنه أطور من العلم أكثر وأكثر ونقدم لمرضانا أفضل الخدمات حتى دائما يظلوا فرحين وسعيدين بالشيء اللي بنقدم لهم إياه. دكتور أيهم، من خلال خبراتك العلمية والعملية الطويلة نريد توجيه بعض الإرشادات والنصائح للشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. النصائح هي أنه أول إشي لازم الصبر، لازم الإصرار والتحدي، ودائما الله بيوفق هدول الناس، وخاصة في بلد مثل دولة الإمارات فيها حريات وهي بلد فرص وبلد إنجاز. وأعتقد أنه حتى الأوروبيين نفسهم
دائما بتلاقي عندهم حلم يجوا يشتغلوا في دبي وفي دولة الإمارات، وهذا اللي بتمنى لهم إياه يعني. وفي الختام دكتور أيهم، نريد التوجه برسالة شكر وامتنان إلى حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة لما يقدمونه من دعم وأمن وأمان واستقرار. الحقيقة هي رسالة محبة من القلب إلى القلب، لأنه شيء بيرفع الرأس. أنه أنا مثلا أولادي الحمد لله تخرجوا من هون والآن حاليا عم يدرسوا طب في أوروبا، فتشعر في الأمان وتشعر بالراحة وتشعر بالحريات، وهذه شيء أي إنسان بيحلم أنه يتمتع بهذه الصفات المواصفات في الحياة. والحمد لله حقيقة أنا الشكر الكبير لدولة الإمارات قيادة شيوخا وشعبا. دبي تعطي كمان، وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع.